إذا حتى أجد قيمة الـ A وقيمة الـ B طبعا حتمد على هاي المعادلة الأخيرة اللي هي sum of square of residuals مثل ما نعرفها من المحاضرة السابقة. راح أعتمد عليها حتى أجد قيم الـ A وقيم الـ B. راح أشتق هذه المعادلة نسبة للـ A مرة أوكي مثل ما موجود هنا وأساويها للصفر، والمرة الثانية أشتقها نسبة للـ B وأساويها للصفر مثل ما موجود هنا. فإذا جيت اشتقتها نسبة للـ A ايش راح يصير عندي؟ طبعا هذا قوس مرفوع للأس، فراح يصير عندي 2 في القوس، طبعا حيكون صير اس 1 في مشتق داخل القوس. مشتق داخل القوس هي شنو؟ نسبة للمنو أنا إذا أشتق أول مرة للأي. إذا أجي إذا أشتق داخل القوس نسبة للأي هذا حيكون اشتقاق الصفر، هذا اشتقاق الصفر، حيبقى عندي هذا الحد اللي هو ناقص أي في الأكس أي، فمشتقة نسبة للأي ايش راح يصير عندي؟ ناقصا أكس أي. نفس الحالة وأساويها للصفر، نفس الحالة أرجع أشتقها نسبة للبي. إذا اشتقيتها نسبة للبي نفس الشيء 2 أس القوس في القوس في مشتق داخل القوس، هذا هو القوس، أجي أشوف مشتق داخل القوس نسبة للبي حيكون هذا اشتقاق الصفر، هذا صفر، مشتقة البي نسبة للبي هو حيكون 1، ولا أنسى عندي هنا السالب راح يدخل على هذا القوس فراح يصير مشتقته سالب 1. إذا حصلت على هذه المعادلتين وأيضا ساويتها للصفر، راح أرتبها هاي المعادلتين، طبعا الاثنين حينشال من المعادلة أقدر الطرفين أوكي، ف يعني إذا أضربه في نص الطرفين فراح ينشال الاثنين. إيش راح يبقى عندي؟ أدخل ناقص من إكس أي على هذا القوس، راح تصير عندي هذه الحدود الجديدة وأساويها للصفر، نفس الشيء هنا أنا أدخل ناقص 1 على هذا القوس راح أحصل على هذه الحدود أساويها للصفر، مجرد بس أدخل السميشن على الحدود وأرتب المعادلة فراح أحصل على معادلتين، الأولى اللي هي سميشن إكس أي حولتها للطرف أوكي، وهذا السالب لطرف آخر، فراح يكون سميشن إكس أي هنا أنا ناقص، طبعا صار الطرف الآخر الـ A يخرج خارج السميشن في سميشن الـ XI سكوير أوكي زائدا لأنه حولته للطرف الآخر B طلع خارج السميشن في سميشن الـ XI هنا أنا. حصلت على المعادلة الأولى، ومن هذه المعادلة الثانية أيضا أرتبها فش راح يصير سميشن الـ Y هنا أنا. سميشن الـ Y عندي من هذا الطرف والماينس أحوله على الطرف الآخر فراح يصير عندي الطرف الثاني A في summation XI أوكي من هنا، وزائدا summation B. summation B طبعا هو B هو constant يعني رقم ثابت، فإذا أسوي له summation من الـ I يساوي لي 1